السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. نيجي مع بعض نشوف هنعمل مع بعض الـ Private Message. لو أنا عندي كل الـ Users Online لازم يتكلموا مع بعض، يبقى مفتوح الـ Online ما بينهم ويحصل كاونتر لعدد الرسائل اللي هي ما حصلهاش سين، ويحصل كمان إن هو ممكن يبعث له Emotion، ممكن يبعث له اي حاجة، بس احنا هنتعامل تكست عشان بس الموضوع ما ياخدش وقت كبير والدورة ما تكبرش اكتر وتاخد مسار مش كويس. فاحنا هنعمل الفكرة private message واموشنز بس، وبعد ما نخلص التكست هنخش على الاوديو والفيديو كول. كمان انا عندي في حاجه في التكست مسج، ان انا لو حالتي دي ان دي ما اقدرش اراسل الشخص ده او ان انا اعمل له اي رساله، يعني اجي اتكلم هنا دي يحصل لها عمليه ريد اونلي او ديسيبلد، او ان انا اطلع له رساله وامسح التكست اريا واقول له ان الشخص ده لا يستقبل اي رسائل او باي فكره تانية. طيب لو في حاله ان انا بيزي، الشخص ده لما اجي اكلمه تطلع لي التكست اريا لكن الرسائل ما يطلعلوش نوتيفيكيشن بيها. طيب لو هو اوفلاين تطلع له برضه لكن برضه ما تطلعلوش الرسائل، تبقى نفس الحاله بتاعت البيزي، تمام، لانه اوفلاين بس لما يجي يفتح هيلاقي الرسائل. طيب لو هو اونلاين اول ما انا اراسل الشخص والشخص ده يراسلني يحصل نوتيفيكيشن يقول لي ان الشخص ده بعت لك رساله، ويظهر هنا في التايتل ان فلان بعت مسج. اوكي، فاحنا هنبدا ناخدها ستيب باي ستيب، هننشئ الرسائل البرايفت، بعد كده البرودكاست، بعد كده النوتيفيكيشن او الالارم يحصل مثلا لو انا ان انا مش اكتف على الويندو يحصل لي صوت كده، اوكي، ان في حاجه بتحصل، او ان احنا نكتفي بالتايتل ان في انريد او وان انريد مسج زي الفيسبوك او اي موقع فيها شات. فبالتالي هنبدا على بركه الله. انا لما بضغط على اليوزر بيطلع لي ويندو زي ما انا شايف كده قدامي. الويندو دي فيها تكست اريا، هحط انا جنب التكست اريا مجموعه ايموشنز كده هقدر استخدمها، بحيث ان انا لو كتبت رساله تروح للشخص الثاني ويطلع له الويندو هنا مباشره، يعني يطلع ان بي اتش بي انونيموس بعت لك رساله وتطلع لك هنا مباشره. فهنعملها ازاي؟ والله الموفق وبسم الله. انا عندي هنا في السكريبت في زي عمليه كده بتحصل، ان انا لما بضغط على يوزر بياخد الاي دي، تمام، بيخزنهم في فاريبل، وبياخد اليوزر نيم وبيحطهم واحده في الهيد مسج وواحده في الريل اتريبيوت، وبيحط الاي دي بتاع اليوزر. اوكي، فانا الاي دي اخدته هو اليوزر اي دي، وممكن ازود عليه يوزر اندرسكور اي دي، اوكي، عشان لما اخد الريل فاليو ابعتها ياخد الاي دي كامل واقدر اهندل الرساله واشتغل عليها. زائد ان انا عندي كلاس اسمه مسج انبوت، وده طبعا جوه التكست اريا مع البادي اللي بيتعمل بوش للمسج عليها زي ما بنشوف هنا في الاون كي بريس، وبيقول ان هو اذا ضغط على الانتر وال13 هي الكي او رقم الكي في الكيبورد 13 اللي هو الانتر، بياخد الفاليو بيروح يهندلها ويعمل لها بوش على الداتا، ويعمل سكرول توب للسكرول بار ويجيبه للاسفل. اوكي، يعني بيجي ياخد الرساله من الفاليو ويبعتها هنا في المسج رايت. اذا احنا هنوقف الكلام ده كله وفقط نيجي هنا عند المنطقه دي نجيبها في حاله الايمت، في حاله ان حصل ايمت من السيرفر الى يوزر. اذا انا من يوزر ليوزر هسحب الداتا بكل سهوله، وهنا لاحظ ريل جايب الاتريبيوت ريل بحسب البيرنت. اوكي، فهنا في التشيك بوكس او في الشات بوكس جايب لي اوتوماتيكلي
اليوزر لو جيت طبعت انا الداتا بتاعت اليوزر هنا وعملت حفظ ورحت عملت ريفرش هيطبع لي الاي دي اليوزر اللي انا بكلمه. تعال نشوف اهو، هفتح ده واكتب اي رسائل. طبعا الرساله مش هتروح، هيطلع لي بس اي دي اليوزر. اذا كده انا ماشي في الطريق الصحيح. اذا نرجع تاني نخلي المسج زي ما هي وبكل سهوله نعمل ايمت. في حاله الضغط على الكي يحصل ايمت، فبالتالي الرساله اللي جايه من الفاليو انا مش هطبعها الا لما يحصل لي ان السيرفر يبعتها لي بعد ما تروح لليوزر. اذا مبدئيا هنبدا نقول سوكت دوت ايمت، هروح اعمل سند، هسمي الايفنت سند مسج. اوكي مسج بالطريقه دي، وهعمل فانكشن، وفي الفانكشن دي او سوري هعمل اوبجكت، وفي الاوبجكت ده هبعت الرساله واليوزر اي دي اللي انا برسله. اوكي اذا هروح اعمل مسج بارامتر او اقول مسج كي، الكي والفاليو بتاعتها هي مسج اللي جايه من الفار اللي فوق. ممتاز. اذا عايز ابعت الرساله لمين؟ هقول تو. تو مين بقى؟ نفس الشات بوكس. اوكي اذا انا في الشات بوكس جبت الريل بتاع اليوزر اي دي 1 وانا رقمي 2 في الداتابيز، فواحد هتروح لرساله من رقم 2. اذا الايمت حصلت. اوكي هروح على السيرفر بكل سهوله استقبل الداتا واعمل فانكشن جديده، ممكن اقول برايفت مسج، بدل ما اقول سن مسج هقول سن برايفت مسج، عشان انا كده شغال بنعمل البرمجه الخاصه بالبرايفت مسج، لان في روم في غرف هنخش لها بعد ما نخلص من البرايفت مسج. فهنا هعمل فانكشن هسميها ايه؟ برايفت مسج. اوكي وهستقبل السوكت فيها كالعاده، وهاجي هنا هقول السوكت اون بعت لي او بعت للسيرفر ايمت باسم سند برايفت مسج، هروح استقبل الداتا هقول داتا واجيب الكول باك وارجع اقول الداتا دي جايه من مين؟ مني انا، رايحه لفين؟ لليوزر الفلاني. اذا انا مبدئيا هروح اقول this io sockets، تمام؟ انه سوكتس في السوكتس اللي بتاعت السيرفر اللي هو كونكتد اللي الاي دي بتاعه داتا دوت تو، اعمل له ايه؟ اقول له ايمت. ايمت ايه؟ برايفت مسج. اقول له نيو برايفت مسج. اوكي واخد بقى الداتا اللي جايه لي من النيو برايفت مسج، فاروح اباعد برضو نفس الداتا. خلاص بس ادي كل القصه كلها. فاذا اروح على الاون كونكشن واجي هنا اقول this private message وابعت السوكت. اذا هنا اقول here begin مثلا private message مثلا from user to user. اوكي ده البرايفت مسج، وهنا هاخد او هستل النيو برايفت مسج وابدا اظهرها عندي في الداتا. فاذا لما اضغط انتر هيحصل عمليه ديسبلاي للمسج. بس لاحظ هنا عندي انا عندي هنا فانكشن اسمها ديسبلاي او ديسبلاي تشات بوكس، وهو ان هو بيعمل شو للويندو زي ما انا لو ضغطت هنا بتطلع الويندو. فانا عايز لما ارسل الرساله من هنا تطلع له اوتوماتيكلي هنا ويظهر الويندو ده. فاعمل ايه؟ هروح اعمل append للاون كليك ديت. اوكي اعمل لها append جديده، يعني انا هنا عندي ممكن اسحب الداتا دي كلها. اوكي واعمل function واسميها ايه؟ اسميها برايفت بوكس. اوكي يعني اجي فوق او خليني هنا، مش شرط عشان بس ما نطولش.
اجي هنا اقول function واسميها private chat box. اوكي واروح اسحب فيها بقى اليوزر اي دي واليوزر نيم. بس خلاص على كده. وانا هاخد نفس الداتا دي اوكي وابعتها هنا في ال on click واخد البرايفت مسج اوكي زي ما هي واطبعها او البرايفت شات بوكس فانكشن واخد اليوزر اي دي واليوزر نيم بكل سهوله واروح بقى طابع الداتا دي جواها هنا بكل سهوله. طيب نشوف الفانكشن هتشتغل معانا ولا لا عشان لما اجي اعمل ديسبلاي تظهر معي. اوكي فهنا لاحظ بيطبع بيعمل ابند للستايل على البادي تاج اوكي لان هو واخد المسج بوكس ديت واخده يعني بوزيشن معين فبتطبع في البادي عادي وتظهر وتبقى هي البوزيشن بتاعها بعيد عن اي ليميت. طيب دي حاجه احنا عملناها برايفت مسج اخد اليوزر نيم واخد اليوزر اي دي. فانا عايز ابعت الاي دي واليوزر نيم لما اجي اعمل ايميتر او اشوف اتحقق من ان في ايميتر جايالي اللي هي احنا عملناها في السيرفر اللي هي نيو برايفت مسج. فهاجي هنا اقول سوكت اون برايفت او نيو برايفت مسج واعمل انونيمس فانكشن واستقبل منها الكول باك داتا وازود هنا على الداتا دي اليوزر نيم اللي بعت لي. اذا هروح اعمل اوبجكت هقول from من مين من السوكت دوت يوزر نيم مش انا بخزن اليوزر نيم او مخزن اليوزر نيم عندي في البارامتر. اذا انا عندي اليوزر نيم بس اليوزر نيم هجيبها عن طريق ايه؟ عن طريق الهاند شيك او شاك. اوكي فاليوزر نيم ده على طول زي ما عملت في الستيتس بتاعتي هنا. اوكي خليني امسح دي زياده ولا لا هنا قصدي سوري انا عندي اليوزر نيم متخزن في الكويري فهعمل داتا جديده اقول فيها اليوزر نيم موجود with not يساوي يساوي وهخلي دي كمان يساوي وهنا كمان يساوي اخد اليوزر نيم واخزنه هنا واسميه يوزر نيم. خلاص انا كده اصبح ان اليوزر نيم بتاعي متخزن في البارامتر. اذا اليوزر نيم ده هو اللي هبعته لليوزر اهو. اذا بكل بساطه في البرايفت مسج هبعت اليوزر نيم بتاعي لان انا اللي ارسلت الرساله. طيب ايه كمان هبعت الاي دي بتاعي فهنا هقول يوزر نيم كذا will my id from user id او هسميها from uid socket.id. طب ايه كمان عايز ابعته؟ المسج. فاقول مسج جايه منين؟ الداتا بنفس الداتا نيم اللي هي احنا بعتينها مسج دي. اوكي اذا احنا خدنا التو اشتغلنا بيها فوق وبعتنا له الرساله فقط مش محتاج ان انا ابعت له الاي دي لانه هو اوريدي عنده الاي دي بتاعه لكن محتاج ابعت له اليوزر نيم بتاعي والاي دي بتاعي. اذا هعمل حفظ وهستقبل بقى كل الكلام ده زي ما احنا قلنا هنا في الكول باك اللي احنا عملناها فوق اهي هحفظها هنا بس عشان ابدا اشتغل من خلالها بدل ما اروح كل شويه على الفايل وارجع. ف انا عندي الفانكشن اللي بظهرها اهي برايفت شات بوكس اخدها بكل سهوله واطبعها هنا اهو. طيب هعمل ايه تاني؟ هروح على الشات برايفت بوكس ابعت اليوزر نيم. ادي اليوزر نيم اهو جاي منين؟ من الداتا دوت يوزر نيم. طب انا عايز الاي دي فهقول له ايه؟ داتا دوت from user id اللي هو بعت لي الرساله لان هو اللي بيتكلم معايا مش انا اللي بتكلم معاه فلازم يظهر لي النيم بتاعه ويظهر لي اسمه. والرساله بقى انا عندي هنا برايفت شات بوكس عندي الرساله اهو محتاج ابعت الرساله اللي هتجي لي منه تمام. فالرساله دي لاحظ
بتطبع هنا اوكي، وبيقول لي انسرت بيفور الريل شات بوكس. فعايز الاول اجرب عمليه البرايفت بوكس او برايفت شات بوكس بيطلع ولا لا لما اعمل ايمت الاول. واجي هنا هعمل ريفرش، وهنا كمان هعمل ريفرش، بس في ايرور عندي في السيرفر، خلينا نتاكد منه هنا. ان هنا I'm offline، لا يلا خلينا نعمل ريستارت للسيرفر مره ثانيه. شغلنا السيرفر اوكي، نعمل ريفرش هنا. اصبح الدنيا بسيطه. طب تعال نشوف هل ايمت هيشتغل في الناحيه الثانيه ولا لا. اذا لما اجي ابعت اي رساله شوف ايه اللي حصل، طلع لي الويندو الثانيه. نقف بقى لحد كده، وفي الدرس اللي جاي هنشوف ازاي ناخد الرساله ونحطها له في الويندو ونبدا يحصل برودكاستنج. اشوفكم على خير، سلام عليكم.